ولد يدي ارد خصها شاطة انت روح حقك انت حقك تشط انا الله is غفور الله is رحيم الله is the one who loves the محسنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله شسين معك اخوكم الوي رجعنا لكم اليوم ب كاستم زومبي على البي سي انا ومعطيوي ولد خالتي ولد اختي قصدي شو اللي خالتي حلو دي الكلجة الزبده اليوم جايبين لكم تكمله الماب حق لاب 935 وتستغربون انتم من القروش اللي انا جايبها لكن عشان النهايه ما تقدرون تشوفون انتم وش اللي انا العبه ولا زي كذا ما ابغى احرق عليكم لكن انتم راح تشوفون ويلي وينك يلا انا بالحشره يا ولي زب صارت لي قروشه شويات فما قدرت اتكلم على العموم انا قربت يخلص لام حقي المفروض دحوم معنا يكون لكن صارت لي قروشه وان شاء الله انا بيكون المقطع الجاي اعطيني انا بروح اعشق امسك الغدر بالله انا صح يلا خلاص نروح الحشره اوكي يلا 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 والله سلاح جبار ذا يلا 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 جحر حركنا يلا هدفت ما شو اسمه هذا يلا تراني فتحت الباب اوكي يلا يلا تعال يلا يا ولي انت دور واذبح ما عندك اي مشكلة تستغربون اني ليش انا مجمع وكذا لكن تعرفون مع الوقت على ما قالوا ما نبي نحرق عليهم يا طيب ولا لا 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 تحرق ولا ما يعزنوا خلهم كذا هم يتابعون اخر النهاية يشوفونها بعيونهم اوكي ما عندك مشكلة يا الله يا ذا السلاح خرافي قرب يخلص ترى كم بوم الزبدة خلوا ولد شو اسمه خل هذا اياد يفتح عشان نطور اسلحتنا ما عندك مشكلة بس انا ما ودي اطور عشان ما نخسر انا انت ما اتطور بس انا وياه اوكي عشان الكبرات خلاص هذا اخره اياد وينك تعال الحقني الحقني افتح ذا الباب بفتح الباب اللي بعده ده راح طور فوق راحت فلوسي ما عندي انا يلا مو مشكلة يا كابتن يلا جمع عندك ما عليك في عندي انا سلاح عندي يا ولي الامو حقه يعني قليل بس والله العظيم انه جبار يعني اطلق كم طلقه كذا بسرعه يموت الزومبي شفت الفهد اللي مشي ها ابو 2000 ترى والله مجنون ابو 2000 ايه ابو 2000 تحس ان عليه ريب فاير اي اقول لك كان في ريب فاير بالراحه يا دوينك يا تعال انزل من التطوير تعال امسك الدريشه ايه داري هذا بس شكل الخلاط فنقول لكم يعني ان شاء الله من ناحيه المابات بتشوفون مابات اقدح بكثير لا تمسك يا اياد لا تمسكه انا قلت لك الدريشه اللي ورا تشوفون مابات اقدح باذن الله لكن صارت لي مشاكل مع البرنامج اللي يصور والله لا يوريكم يعني صارت مشاكل وقرف كل الحمد لله زبطناها وانا انجلت بدا السلاح فعشان كذا بغيره الزبده ولي قل اياد امسك الدريشه عشان بطور وجهي يا ادم امسك الدريشه اللي ورا بعد هل 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 بالعيال تصفقت عيال انت بنت خلك تعال عندنا
طورت سلاح يبي 700 طلقة كفو شيء جبار. هو عليه ريبيد فاير. ماكس 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 ايه مانكي مانكي انطل انطل مانكي يا ياد. لا لا صباح الخير مانكي انطل الحين. ايه لا 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 خلا خلا يطور. يلا ويلي ويلي يلا. لا لا وو وو تخيل انحجر بنستكل يقلم القهر ويقلم الغبنة. لا تاخذ كمبو. ماني ماخذ انا بسكر الدريشة. دندو زي ما قلنا لكم الماب هذا له نهاية، وزي ما شفنا في ردة فعلكم في المقطع اللي قبل تبون ينزل شرح بإذن الله راح ننزل شرح عن اللعبة وشون تنزلها وشون تكركها وشلون تنزل الباتشات حقتها البرنامج اللي تحمل مع عشان تلعب أونلاين مع أخوياك. كل هذه يبي لها شرح مفصل الحالة على رواق على ما قالوا يعطيه ولا لا. ايه مقطع طويل يعني يمكن لازم 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 في ناس تبغى ولي يبغى يلعب معنا اللهم أن يكلم ولي سهلات هي بس يسوي له حساب واكاونت وصلى الله وبارك. فبشرح انا ان شاء الله في مقطع الحالة بس بتاخذ وقت يعني يمكن واللي ما عنده حساب ولا يعرف يسوي يضيف يكلم ولي بتويتر وعنه سهلات. ترى انا والله العظيم ما اعرف ما كنت اعرف ولا حاجة. اللهم ولي قال لي سوي كذا سوي كذا سوي كذا وهين شوف اني قاعد العب معه. هي سهلات بس والله سهلات ما يبي لها كلام. اول مرة بس يعني ما تدرون على ما قالوا الطبخة حتى انا زيك بس شفت شروحات وبحثت في النت سهلات. ما شاء الله 43,000 اقدح من الجيم اللي قبل. الماب ما عليك يا ولي حظك كويس احنا اخذنا يمكن 3 كوبون بالجيم ذا الحمد لله. الماب هذا تقريبا لعبنا 4 مرات هذه المره الرابعه. لعبنا اول مره وتندنا تتنيد غبيه ما ادري انحشرنا طبعا انا وعطيه ودحوم. والمرة الثانية اللي شفتوها ولا اللي زبلنا فيها ما كنت اسجل وقتها كنا نطقطق. والمرة الثالثة اللي علق عليه الجهاز كله من البرنامج القادح. لا تحرق يا عيال الزبدة خلص بعشق هذا اخر بحر. اخر ناس اذبح لا اذبح لا اذبح يلا ما بذبحه. الماب هذا ينقص الماب هذا ينقص الدبل تاب في كل شيء ما عدا الدبل تاب مو موجود. إذا بغيتوا يعني أصير أحط روابط الملفات أو روابط اللعب أو روابط شو بتكلم عنه روابط الماب يعني تشوفوا تبوا تشوفونه سلسلة وقروشة وحركات حلوة كل ما نزلنا ماب جديد يكون رابطه في الوصف قولوا لي بس ما عندي مشكلة. فشو أعطوني خبر إذا أنتم ناويين والله صاملين وانت تحملون وتلعبون ما عندي مشكلة. أصير في كل ماب اخلي رابط رابط الملف شو يسمونه شو رايي انا معلق على الملف رابط الماب. يلا الطاقة الاولى اللي قص الباب انت ولي والطاقة اللي صار ذا اياد وانا اللي وراه اللي عند الفراق ما ادري وين اياد وينك فوق فوق فوق. يلا رح فوق رح فوق لا تحرق رح فوق. تدري يا ولي أسلم أحس إن لو وصلنا نص الماب حلو يجي لا البينك. ها ولي غدر غدر ولي خلا كلام كلام التوجيه ما أدري شو يسوي ولا مش يسوي يا فوق. تعال هنا الطاقة الثانية تعال تعال هناك طاقة ثانية عرفت أحس إن التأثيرات بنص الماب اللي هي عند السبيد كور ذي اقوى لانه كان يجيني تقطيع. هي اللي لعلعت في البنج صح؟ سام؟ اقول هي اللي لعلعت في البنج ايه لانه كان يضرب عندي حوالي 150 وو 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 انت ازل 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 انا العمود هذا ناشب لي اللي ورا ظهري. لو تسألني كيف أنا قاعد أرجع بالريوس
سلاح بيخلص. لا ما يحتاج. يا اخي راسك منقطع المفروض زب. كفو يا مارك. انا انتظره. هانت هانت يا طيوي. لا لا ما عليك يا ولي. اسلم. الزبده قل الاياد اني بطور السلاح اللي معي الثاني ذا. اياد امسك الدريشه حقته بيروح يطور. يقولك روح. دقيقة بس. باقي لي 700. تبي تجمع سهل انت. ناوي بيخلص توني ماخذين ماكسام. ايه انت بنت بعياد جنبك. كفو. لا جيش 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 لا تطور لا تطور يا طيب. هذا دبل بوينت تطور هذيك الحين. يمديها يمديها لا 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 يا خلهم خلهم لي يا ياد. يمديها في دراوند. اوكي. بس السلاح تعبان السلاح تعبان رابد فاير مو معي رابد فاير فاضي. يمديها في الراوند يمديها في الراوند 15. نظام زبنة سريعة. شوية زبنة سريعة. انت بنت بنت طيب. ايه انت بنت بنت انا ما عاد ما داني العمود ذا. يا تخلوا لي يا بط بط. بغيت تسبه. ولي ورانا غدرة شوفهم تمام اجلدهم اجلدهم ورا 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 غدرة اجلدهم لان شو اسمه اثنين 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 بالغدرة ذولي ها ثلاثة مدري اربعة ها يا رجال اجلدهم ما بيهم عندي جيش انا خلاص لا ولي انتبه خلاص يا ديرود 15 اسمع المقطع كذا يا طيوي يلا يلا يا ديرود 15 عطى انت روح حقك عطى انت حقك تشط انا يلا يلا اجلد خلوني خلوني يلا 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 لا يا شيخ راحت لا رام 15 خل خلني لي اخر واحد عنديها لا والله يا رجل لا باقي 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 600 سكر سكر الطاقة بس كذا اضمن ويلي وراك اوه على بالي انت اللي بنصهم لا لا والله على بالي انت بنصهم وراك وراك ما عندك مشكلة هانا ايوه ايوه كلام اقفل ابو الماب يا ديبان يلا هذه نهاية الماب في 16 راوند كان الله يود نجيبها في 15 الداون ملعلع تشوفني اعلى كلز لان العيال انا قايل لهم ابي اعلى 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 بوينت فهذه نهاية الماب حق لاب 935 الكلاجت كانت عندي قروش شويات في بداية المقطع اعذروني ان شاء الله تشوفون اشياء خرافية بوقف الحين تسجيل ونبي نرجع نشوف مشكلة دحوم دحوم عنده مشكلة في اللعبة شكرا خير كان معكم هوال عطيوي وياد رابطهم في الديسكريبشن اذا عند ياد تويتر اعطوه فول ونفس الحكاية لعطيوي هذا كان عندي اليوم السلام عليكم